كنا نحكي عن سبيد سيلكشن. خليني بس احط السبب انه كان عندنا مشكله. لازم يتحقق شرطين لما نختار ثري سبيدز. اذا احنا قلنا بدنا نختار ثري سبيدز فور شكل، قلنا بدنا نطلع في 1 في 2 في 3 مضبوط. هلا احنا قلنا انه الزمن دي او تي تيرمينال تي بتوين التيرمينال فلوز بنسميها تي بتساوي 20 سكند 30 سكند و25 سكند. هذول الثلاث ارقام. فقلنا الزمن حتى ننتقل هذول راح يكون عندي 20 بدها تساوي دي بتوين التيرمينال فلوز على في 1 اذا سمينا هاي في 1 زائد في 1 على اي زائد اي على جي. وقلنا نفس الشيء عندي 30 او 25 هاي هون 25 بتساوي دي تيرمينال على في 2 زائد في 2 على اي. انا يمكن لخبطت في 1 وفي 3 بس مش مشكله انتم فاهمين شو هو. واخر شيء عندي هون 30 بتساوي دي تيرمينال على في 3 زائد في 3 على اي زائد اي على جي. هلا كوني استعملت هاي المعادلة ووافقت اني استعمل هاي المعادلة معناها انا عم بفترض ايش الشرط لازم يكون. ايوه ريتد سبيد اتين. اذا الشرط الثاني لازم يتحقق، الكونديشن الثاني لازم يكون عندي دي توتال اكبر من او تساوي اي سكوير في زائد في سكوير جي على اي جي. وهذا الغلط اللي احنا ما انتبهناش عليه. اوكي هلا هيك خلص بزبط من هذا المعنى. نفحص الشرط هذا بيطلع معي قيمتين من هون قيمتين من هون قيمتين من هون، بس قيمة واحدة صحيحة من هون لما بفحص هذا الشرط، وبس قيمة واحدة صحيحة لما بفحص هذا الشرط، وبس قيمة واحدة صحيحة لما بفحص هذا الشرط، وبعدين برد بروح بعمل راوندينج اب للبريفيرد فاليو. ناخذ مثال. مثلا عندي هون اكزامبل، لو قلنا عندي 40 20 طابق اكزامبل، عندي 20 فلورز اباف جراوند، يعني ان بتساوي 20، وخلينا نفترض انه عندي ايكوال فلور هايتس، فدي اف بتساوي 4 متر، اذا دي توتال بتساوي 80 متر. طبعا تذكروا ان قلنا هون ابف ذا مين فلور ابف ذا مين انترنس ان عدد الطوابق. اذا عندي 80، اذا فحصنا الحاله الاولى بيكون عندي 20 بتساوي 80 على في 1 زائد في 1 على 1 زائد 1 على 1. راح نحط اي بتساوي 1 متر بير سكند سكوير وجي بتساوي 1 متر بير سكند كيوب. فصار عندي هدول هيك. من هاي بيطلع معي هلا في لها قيمتين، والقيمتين اللي بيطلعوا لفي المفروض يكونوا 12.7 و 6.3. ولما بفحص هلا هون على 25 بتساوي كمان 80 على في 2 زائد في 2 زائد 1 بيطلع في 2 بتساوي 20.4. بعدين الحالة الثالثة 30 تساوي 80 على في 3 زائد في 3 زائد 1 بتطلع عندي في 3 ممكن تكون 25.9 أو 3.08 متر بير سكند. هذا الشرط الأول طلع معي 6 سرعات من هون، لسه ما عملتش بريفيرد فاليو. هلا بنفحص الشرط الثاني، الشرط الثاني بقول إنه 80 لازم تكون أكبر من أو تساوي A1 ففي زائد في سكوير وجي 1. إذا عندي v سكوير زائد v ناقص 80 تكون اقل من او تساوي 0. مزبوط؟ من هاي فبيطلع معي v لازم تكون اقل من، اذا بنحل هاي بيطلع v لازم تكون اقل من او تساوي 8.46 متر بير سكند. حتى يتحقق هذا الشرط اذا هذا الرقم غلط وهذا الرقم غير مقبول وهذا الرقم غير مقبول. صار عندي الثلاث سرعات اللي بدي افحصهم v بدها تساوي 6.34 3.08. ولما بنعمل preferred values بتطلع عندي في بتساوي هاي 6.3 بتضلها اظن مضبوطه لانها في الار 10 و4 وهاي بتصير 3.15 متر بير سكند. وهدول هم الثلاث سرعات اللي بنفحص عليهم. اوكي هذا التفسير. الغلط كان هون احنا افترضنا هاي المعادله صحيحه وما اخذناش معها الشرط الثاني، فصار معي يطلع معي ارقام عجيبه من هون 25.9 25.9 اللي هي ما بتمثل شيء صحيح.